رحمة تمتمية رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط فرع سداب ومديرة فريق إشراقة أمل الخيري. انخرطت في العمل التطوعي إلهاما بوالدي الله يرحمه كونه كان شيخ للقبيلة عندنا في القرية، بحيث أن كل الأهالي أو معظم الأهالي كان يجوا عندنا على أساس أن يوجد لهم حلول. حظيت المرأة العمانية منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم طيب الله ثراه. حبيت أن يكون لي بصمة في تمكين المرأة بمجتمعنا، وأنا ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي وأحب أغطي يومياتي مثل جمعاتنا مع الأهل والأصدقاء ولقاءاتي مع الأطفال.